بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم: بدنا نتعلم السجلات لكن بشكل مفصل. احنا في المحاضرات السابقة تعلمنا الجيت لوج، بتورينا كل الكومنتات اللي انت مسويها، كيو بتطلع برا الملف. برضو علمتك الجيت لوج دبل داش وان لاين، بتوريك اياهم بشكل مختصر. هل بقدر اسوي كمان استعلامات على السجلات بشكل مفصل؟ احكي لك. اول امر عندنا اياه هي الجيت لوج. مثلا انا بدي اخر ثلاثه كومنت، فبتحكي له وان لاين، ظل اياهم على شكل اسطر، بدي اخر ثلاث داش 3 انتر، وراح جاب لك اخر ثلاثه كومنت. هي كيو بدي اياهم مثلا اخر اربعه، هي جاب لي اخر اربعه كومنت. هل بقدر اشيل الون لاين؟ بقول لك بس هيطلع بشكل كامل بدون اختصارات. هل بقدر اعمل استعلام على وقت معين او خلينا نحكي تاريخ معين؟ يعني مثال، انا بدي كل الكومنت اللي صارت بشهر 4 او كل الكومنت اللي صارت بشهر 5. في البدايه خلينا نعمل جيت لوج وخلينا نشوف الكومنت اللي انا مسويها. كل الكومنت هي بشهر 4، فانا بدي احكي له جيب لي الكومنت من 24 لحد 29. كيف راح اسويها؟ هنعمل كيو ونكتب جيت لوج دبل داش ساينس، يعني منذ او خلينا نحكي التاريخ 2022 شهر 4، بدي اياها من تاريخ 24 انتر، فراح جاب لي من تاريخ 24 الى اخر كومنت. فكرة السينس، انت بتعطيه التاريخ اللي بدك من عنده يجيب لك الكومنت لاخر كومنت. خلينا نعمل كيو. اكيد رح تحكي لي طب بقدر اعكس العملية انه اجيب من اول كومنت لاخر 24 فقط، من اول كومنت سويته على الريبستوري لاخر 24. خلينا نكتب get log double dash until، اكتب التاريخ اللي بدك اياه 2022 شهر 4، بدي من 27. معنى كلامي انه جيب لي من اول كومنت لحد 27 4 انتر. ممتاز، جاب لي 23 وجاب لي 24. طب وال 27 الرقم اللي بتكتبه ما بيجيب لك اياه، يعني دائما راح يجيب لك الفترة من بداية اول كومنت لقبل 27، لقبل 27. اتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. هل بقدر اسوي استعلامات على اسم المؤلف؟ خليني اعمل جيت لوج. هون راح تشوف انه كل واحد عمل كومنت له اسم، اللي سوى هذا الكومنت هو محمد السيد. طبعا احنا لسه ما تعلمناش مع بعض فكرة البرانشات وفكرة كيف اشتغل على شكل تيم، هنتعلمها ان شاء الله في المحاضرات القادمة. الفكرة بشكل سريع، لما تيجي تعمل جيت لوج انت ممكن تلاقي يكون في عندك اكثر من مؤلف، بقدر اعمل انا استعلام عليهم. المؤلف اللي عندي اياه هو اسمه محمد السيد، لازم تاخذ نفس الاسم. هاي نقطة مهمة، هاي كوبي، هاي كيو، نحكي له جيت لوج دبل داش اوثر دبل كوتيشن كنترول في انتر، وهيك راح يجيب لي كل الكومنت اللي سواها اليوزر اللي اسمه محمد السيد. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. خلينا نتعلم شيء جديد، جيت لوج. انا بدي احكي لك انه بدي من هاي الكومنت تستعرض لي اياها لعندي الكومنت هاي، يعني بدي هدول الكومنت يطلعوا لي انا في ملف لحال بشكل منفصل. هون بتحكي لي انت قاعد تحكي لي رينج، يعني بدك من هاي لهاي بتوين. كيف راح نسويها؟ اول قاعده انك افتح تيرمينال ثاني. كيف؟ رايت كليك على الفولدر، نيو تيرمينال، اد فولدر. هاي في الماك. طب في الويندوز انت بتقدر تفتح التيرمينال لاي ملف بدك اياه بشكل سهل، يا بتكتب سي ام دي على الباث او بتعمل رايت كليك جيت باش.
وهون شو بدي احكيه جيت لوك دبل داش 1 لاين عشان اقدر انسخ ال SHA. ليش بدي ال SHA؟ هسه راح تعرف. بالترمن الثاني راح احكي له جيت لوك يحكي لي اعطيني ال SHA اللي بدك تبلش من عنده. انا بدي ابلش من عند add index and style. خلينا نضللها بعدين رايت كليك كوبي بعدين هنا يا بتعمل بيست او بتعمل كنترول في. بعد هيك بحكي لك اكتب دبل دوت واعطيني ال SHA انت بدك اياه نوقف لعنده. بدنا نوقف عند update node.txt رايت كليك كوبي وهاي بيست. خلينا نعمل انتر. خلينا هسا نشوف ايش النتيجة اللي ظهرت عندي. اول كومنت جاب لي اياه هو الابديت وورك. عاد انا حاكي له بدي تجيب لي من عند اد اندكس اند ستايل. معنى كلامي انه ما بجيب لك اول اس اتش اي بتكتب له اياه. بجيب لك من بعدي. جاب لي الابديت وورك وجاب لي الابديت نوت. احنا قلنا له لحد الابديت نوت. يعني القاعدة بتحكي لك الـ SHA الأول بتكتبه ما بدخل في عملية البحث. خليني أعمل كيو. خليني هسا أعطيك مثال ثاني. أنا بدي يظهر عندي add index and style لحد update node.txt. هتقولي بسيطة get log وبتكتب الـ SHA اللي قبل الـ add index. خلينا نظلل عليه بعدين copy وهي paste بعدين double dot وحكينا لحد ايش؟ لحد الابديت نوت. ضلل على الكومنت على الـ SHA كوبي هاي بيست. هنجرب. ممتاز. هي ظهر عندي الـ add index and style لحد الـ node.txt. اتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. خلينا هسا مع اخر استعلام عنا اياه وهو الـ get log double dash state. شو بيعمل هذا الامر؟ بعملنا انتر يجيب لك التعديلات بالتفصيل. وانا بحكي لك انك انت مغير على الابديت نوت هو الملف. شو عامل انا؟ عامل ثلاث تغييرات. التغييرين اضافة وفي تغيير حذف. لو اجينا هسه على اندكس HTML بحكي لك انت ضايف 12 سطر جديد. لو نزلنا مثلا على النوت بحكي لك هون انك انت عامل اضافة جديدة. هي insert اضافة جديدة. نيجي هسا على الابديت وورك. هون انا معدل على اكثر من ملف. معدل على النوت ومعدل على الوورك. في النوت ضايف إيش جديد وفي الوورك انا حاذف من ممكن سطر او ممكن حاذف خلينا نحكي جملة. يعني صافي عندنا حذف لتعديل. ففكرة الستيت هي بتوريك التعديلات اللي صايرة داخل هذا الكومنت. يا بالاضافة أو بالحذف. أتمنى كانت أفكارنا واضحة ونشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد ويعطيكم العافية.